بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم طلابنا الأعزاء، نكمل وياكم سلسلة دروس تعلم اللغة الإنجليزية اللي تقام بإشراف مديرية تربية الكرخ الثالثة بالتعاون مع الإشراف والاختصاص الأستاذ محسن والست آمال. نكمل وياكم دروس الصف الثاني المتوسط، وياكم صف الضحى في مدرسة المتوسط ذات الخنساء للبنات. وصلنا إلى لسن 8. لسن 8 موجود عندكم بالكتاب، هو البروجكت، هو اللي تشوفوه طبعا حتى نتأكد هو هنا بروجكت 3. احنا خلصنا بروجكت 2 اللي هو مدبوقة. بالنسبة لبروجكت 3 راح بس يعني نشرح عليه، مو شرط هسه نشرحها في درس اخر. هو هذا كيف نحول النفايات او الاشياء الزايدة عندنا الى اشياء ثمينة ممكن نستفاد من عندها. هذا فقط راح يعني ان شاء الله هسه يعني نقرأ بدرس ثاني، بس انا اشرحت لكم عليه موجود في الSB page 84 and 85. هذه مقدمة turning trash into treasure، تحويل النفايات الأشياء اللي هي زايدة علينا أو ما نحتاجها إلى شيء مفيد. وهذه هي البوكيت، إن شاء الله أسوي لكم درس كامل عن البروجكت، هي التطبيق العملي للمشروع في درس ثاني. فرح نأخذ اليوم lesson 9 اللي هو مراجعة لما أخذناه في اليونت. هذه الصفحة فقط راح نقراها للمراجعة الأشياء اللي أخذناها خلال يونت 6. خلال يونت 6 فعندنا راوند مراجعة. In this unit you have practiced these things. أول نقطة saying what jobs people do. إحنا أهم الأشياء اللي أخذناها في يونت 6 هي الجوبس المهن، وأخذنا الليسنز الدروس في هذا اليونت، واخذنا هنا التركيز على استخدام ا والتركيز على استخدام ان اللي هي شنو هي، قلنا ارتكلز هذه ادوات للنكره. هي از ا ميكانيك، وقلنا ال ا نستخدمها مع الكلمه اللي تبدا بحرف صحيح، وان قلنا نستخدمها مع الكلمه اللي تبدا بحرف عله، وهذا بالخصوص الجوبس المهن. هي از ا ميكانيك، هي از ان اركيتكت، واخذنا تمارين عليها بوقتها بدرسنا. To talking about school subjects، نتكلم على مواضيع المدرسة. For example my favorite school subjects are history and IT، قلنا مواضيع دراسية نحفظها التاريخ والـ IT قلنا information technology. I am good at geography and English. I am bad at mathematics. أريد تنتمون على good at and bad at، ممكن هم تجيكم بالامتحان كمعنى. Good at جيد فيه و bad at سيء فيه، كمعنى ممكن تجيكم بالامتحان تركزون عليه. Number 3 describing future events، هنا أنا وصف حوادث للمستقبل. And plans والتخطيط that are certain، بحيث احنا يعني ناويين نصير هذا الشيء، يصير هذا الشيء يعني مخططين له. I am certain يعني متأكد انه راح يصير. وهاي الجمل همين تنتبهون عليها، ممكن نجيب لكم اياها بالامتحان تنتبهون على الحال. قلنا قاعدة وين، when I finish school، دائما الفعل بعد وين يكون present مضارع. When I finish school I am going to be a nurse، واخذنا صيغة going to be لل future للمستقبل. هاي جملة مهمة ممكن تجيكم الامتحان الفراغ، يا اما على finish احتمال على am going to be. بالنسبة when I finish school، هاي الجملة ايضا when I finish school I am going to go to college، نفس الحالة وين بالبداية عندنا finish المضارع. When I finish school، finish يجيكم فراغ. I am going to go to college. إذا going to مع الفعل اللي هو go. الجملة هذه you've done no work، you are going to fail the exam. فهنا عندنا لأنه جمع you فأخذت are going to مع الفعل fail، يعني إذا أنت ما تدرس سوف تفشل بالامتحان. وهذه الجملة أيضا هنا تشوفون هاي صورة كأنه غيمة، فشقول it is going to rain soon، إنها سوف تمطر سريعا. إذن همين is going to مع الفعل rain تمطر، وهذه أيضا أشياء أخذناها خلال اليونت ممكن تقروها تطلعون عليها. حتى نروح الآن إلى الأكتيفيتي بوك. عندنا تمارين مهمة عندنا بيو لسن بالاكتيفيتي بوك بلسن 9. عندنا هاي التمارين A B C و D و A، تمارين هذه كلش مهمة تركزون عليها. مثلا عندنا تمرين ال A، هذا يمكن ال opposite، ف
side words that mean the opposite. المعاكسات لهاي الكلمات. هذا مهم التمرين، ممكن يجيكم بالسبيلينج، تمرين السبيلينج المفردات، مفردات ام سوري السبيلينج الاملاء، فاي حرف زايد او ناقص يطلع لنا خطأ. مثلا نجي على to lose، تمرين اي هذا انا حليت لكم اياه بس ركزوا وياي. عندنا to lose يخسر. What is the opposite of to lose؟ تحفظون الحال إلها هو beat، يتغلب على أو ينتصر على. نقول win. To lose هي the opposite إلها beat، تحفظوها. Number two lazy، أخذنا lazy اللي هو قلنا كسول. Opposite of it hard working، مجتهد. عكسها كسول، عكسها hard working، مجتهد، تحفظيها. We have the word polite، مهذب. The word polite مهذب. ممكن ناخذ من نفس الكلمة ونضيف المقطع ام. Polite يصير ام polite، مهذب غير مهذب، هاي opposite صح. أو that would be other words اللي هي rude يعني فاض عصبي. في ممكن تجي opposite of polite. طبعا لازم المدرس مالتكم يركز على يا كلمة اللي يريد بالامتحان، فأنتوا تسوون مثل ما هو يريد. Polite ام polite أو يريد كلمة غيرها. Polite هي opposite of rude. Number four, we have the word pass. Pass قلنا ينجح بالامتحان أو يجتاز الامتحان. Opposite of it هو fail، يفشل أو يرسب بالامتحان. ونيجي على five. Break هنا معناها يتعطل أو عاطل. The opposite of it هو repair، يصلح. يصلح إذا شيء عاطل عكسها يصلح الشيء. إذا أقول breaks يحطم أو يخرب الشيء، فنقول repair هي الأوبوزيت مالتها يصلح. هذا التمرين كلش مهم أي تركزون عليه بالامتحانات. نيجي على number B. We have here spelling الإملاء. دائما يجينا هذا التمرين spelling الإملاء بالامتحان، ناقصها حرف أو حرفين، فتركزين على ميكانيك ناقصها CH، بس درايفر، بس ناقصها اللي هو درايفر، الاي في، الاركيتكت ناقصها سي اتش، استرونوت ناقصها اي يو، هو ترانسليتر ناقصها او ار، وعندنا كاربنتر ناقصها اي وبعدين اي وبعدين ار. هذا تركزين عليه بالاملاء، تركزون عليه بالاملاء، ناقصها حرف او حرفين يجيكم سؤال سبيلنج، سؤال املاء. نيجي على التمرين سي. تمرين سي راح نركز على الاستخدام ادوات النكره ا وان. هذا التمرين للطالب، هو يضيف المهنه يعني كمعنى يجيكم الفوكابولاري كاستخدام ا وان. فهذا التمرين كانه بنقطتين مهمه تركزون answer these questions with words from exercise B. شنو يعني exercise B؟ يعني الكلمات اللي اخذناها هنا راح نستخدمها بهذا التمرين، اوكي؟ اللي هي شنو هي؟ اللي هي مهن. So number one, who wears a uniform. احنا شو راح نحل؟ راح نقول a bus driver. a bus ال a تستخدم مع bus، driver شخص يرتدي زي، يعني سائق الباص عادة ينطوهم زي ويلبسوه بالسياقة طبعا لأنهم موظفين لدى الدولة. Who repairs cars؟ من هو اللي يصلح الكارز؟ عندنا A ميكانيك. A ميكانيك، خلينا A مع بس درايفر، خلينا A مع ميكانيك. ونمبر 3 Who knows other language؟ من هم، ما هي المهنة اللي نحتاج فيها لغة أخرى؟ A translator، مو ترجم، خلينا A تجي مع translator. بالنسبة إلى نمبر 4 Who designs buildings؟ من يصمم مباني؟ architect، فخلينا وياها on architect لأنه architect. architect تبدأ vowel sound، فخلينا وياها on architect. و number five who flies in a spacecraft، هاي تكررت عندنا الكلمة، مركبة فضاء، من يطير في مركبة فضاء؟ on astronaut، أيضا الأسترونات يبدأ vowel sound فخلينا وياها on astronaut. و number six who makes things wood wood، من اللي يصنع الأشياء من الخشب؟ وتعلمنا هاي الكلمة اللي هي carpenter النجار. هذا التمرين أيضا مهم، يا أما يجيكم على meaning of the jobs هذه معاني المهن، أو على استخدام a وان تركزون عليه هذا التمرين. نيجي على التمرين دي أيضا important، أيضا مهم هذا التمرين. each of the words phrase عندنا عبارات هنا ويريد لها الكلمات. in the box
is connected to school subject. إذن هذه مواضيع مدرسة. Write them next to the current subject. مثلا عندنا cooking الطبخ, past events حوادث الماضي, weather on population المناخ والسكان, computers هو الكمبيوتر, واسلام هو اسلام, ونمبرز on shapes الاشكال والارقام. هذه ندرسها بها مواضيع بالمدرسة. مثلا number one عندنا religious education, سمعناها احنا ديني, يعني ثقافة دينية. ترهم ويا كلمة ثقافة دينية, ترهم مع كلمة اسلام اللي هي درس الإسلامية اللي ناخذها عندنا. إذا سوينا الماتشنج 1 مع كلمة إسلام, إذا نجي على 2 جيوغرافي. جيوغرافي ماذا ندرس في درس جيوغرافي؟ الجغرافيا. ماذا ندرس؟ ناخذ الكلمة من هذا البوكس, أكثر كلمة مناسبة هي weather and population. إذا خلينا هنا نمبر 2 weather المناخ والسكان population ندرس في درس الجيوغرافي. بالنسبة إلى number 3 we have history. ماذا ندرس في الهيستوري؟ راح نسوي له matching مع past events. إذا number 3 past events يعني حوادث الماضي, نقرأها بيا درس, نقرأها بالهيستوري. number 4 we have mathematics. ماذا ندرس بدرس الرياضيات؟ mathematics أكيد راح نقرأ وراح ندرس numbers and shapes. خليت هنا numbers number 4 numbers and shapes. وبالنسبة إلى 5 home economics الاقتصاد المنزلي, ماذا ندرس فيه؟ ندرس فيه الطبخ وغيره. اذا cooking ترهمها, خلينا 5 مع cooking. و the last sentence information technology, قلنا معلومات تكنولوجيه اللي هي اكيد تتعلق بالكمبيوترز الحاسوب. فهذه تمرين ايضا تركزون عليه كمفردات كلش مهم تجينا. ماذا ندرس في المواضيع المدرسيه؟ فهذا التمرين او بالمقلوب يعني تجيكم مثلا الاسلام ندرسه في religious education, يعني ممكن هذا الترتيب او معاكس ايضا ممكن. نجي على التمرين الاخير تمرين اي, read the answers below. راح نقرا الجواب. فشنو المطلوب؟ مطلوب نكتب الكويستشن. إذا write the question راح نكتب السؤال المناسب. مثلا number 1 when I finish school, لما أنهي المدرسة, I'm going to be a newspaper reporter, يعني حكون صحفي في جريدة. ما هو السؤال؟ راح نقول what are you going to be, ماذا سوف تصبح, when عندما you finish school, ماذا what are you going to be when you finish school. سهل السؤال كلش وهو مناسب للجواب. نيجي على number 2 الجواب I am going to study mathematics at university, سوف أدرس mathematics at university. فالسؤال شو حيكون؟ what are you going to study at university. هذا السؤال المناسب للجواب what are you going to study at university. فالجواب ملان إلى I am going to study mathematics at university. والأخير I am going to work at the airport, سوف أعمل في مطار. شنو السؤال المناسب؟ where are you going to work, أين سوف تعمل. فالجواب مناسب إلى I am going to work at the airport. وهذا كان نهاية التمارين اليوم. هذا درسنا, أتمنى الفائدة للجميع وإن شاء الله نلتقي في درس آخر. شكرا, مع السلامة.